وفقرة اسأل نفسك مع مؤتمن وأنوسي. أنوسي أخذ سؤال وياك شوية بما أنه أنت انظلمت بهاي الحلقة. تفضل. بس هو بقى يسولف. تفضل. تمام. تيا صف هاني صف خامس حسب حتى السادس. موفق يا رب. إيش قد عمرك؟ ما تدري عمرك؟ 13. أنا جاي سولف وياك. مو يباح علي يباح. إي غير الذكريات. هسه طبيت 13. 13. 13. سؤال حلو. ايش تفضل الدراسة لو الفن؟ احنا نوقف دراسة. ها عافيه والله عافيه. صح دراسة. دراسة يعني اذا مثلا خيروك بين الدراسة والفن تترك الفن عادي؟ اي بس المهم دراسة. عافيه والله والله عافيه. بس الفن هم حلو. ها هم حلو الفن بس انا اريد دراسة. ها والله ما اريد اخرب. تمام. خلي اسمع منك شيء حتى انتقل للمؤتمر. اي انا احب بصوتك. هاي عليك عيون. يلا صاير موقف بس مو سويها ميكس وكذا ما ادري. لا لا ردي الحقيقي. عليك عيون لا بتنفق ولا بتخون وفيها من الامن مخزون وفيها من الجمال اسرار. الله عليك كلام قلبك صافي وين انا طرحيت وين جيت. صح صح كمل كمل. قلبك صافي وابن حلال باك يا اشتي راحت بال من غيرك بكون محتار. الله نوسي الله. اغني لك حبيبي؟ لا. اسال نفسك. اسال نفسي؟ شنو ببالك يعني ما سالتك اياه؟ بالي شنو ما سالت لي اياه؟ والله ما ادري. لا صدق والله. شو مخلص سوى دراسه؟ ها اي شو مخلص الدراسه؟ انا هسه سادس وان شاء الله راح اكمل السادس يعني مرحله اخيره بس تركتها يعني السادس. تمام. فبس يعني اعوف السوشيال ميديا سنه كامله راح ان شاء الله يعني واكمل دراسه وارجع لهم بس مو هسه بعد. ها بعد يمكن السنه الجايه يا رب. لازم اكمل الدراسه. بس انا عجبني النوسي قال الدراسه اهم. يعني. ايه النوسي دراسته اهم. لو ما ناجح هسه وعطله اخر السنه ما طلعوا وياي ترى. صدق؟ اي والله.